71 قطع 10 موتر كاستم، يعني صبغ كرومات الويلز كذلك. موتر جميل صراحة، بيدخل مزاد الجمعة إن شاء الله. طبعا بعد التجديد ماشي 8000 تقريبا. راح نوريكم السيارة بالكامل إيش ملاحظاتها. طيب هذا الموتر من جوا، طبعا أشوف فيه فتحات مكيف، شوف المقاعد ما شاء الله تبارك الله، الفرش مغير، كل شيء مغير. واحد وسبعين لون أصفر. شوف الداخلية، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حتى الجيجات باين علينا ديجيتال. ايش الماكينة اللي عليه؟ ما ادري هم مسجلين ولا لا. لا مو هم مسجلين، ايش الماكينة اللي عليه؟ بامكاننا نفتح ونشوف، بس لازم نستأذن من حقين المزاد. طيب راح يدخل مزاد بكرة، للي رغبة تواصل مع الأرقام. استمتعوا يا شباب.